شوف المشروع بكم. إذا مشاهدينا الكرام، أهلا بكم لهذه النافذة عبر شبكة دي جي ميديا من مخيم الجلازوني بالقرب من رام الله، هنا من أمام منزل الشهيد خالد عنبر الدباس، حيث استشهد صباح هذا اليوم رفقة صديقه في مخيم الجلازون على مدخله، وإصابة شاب ثالث من بلدة بيرزيت هنا من أمام منزله. كنا في منزل الشهيد الآخر قبل قليل مشاهدينا الكرام، تزامنا مع وصول مسيرة الشبان الفلسطينيين التي حضرت هنا إلى منزل الشهداء من أجل مواساة أهاليهم، وأيضا الهداف أمام المنزلين كما شاهدنا في الصورة قبل قليل. نتابع معكم مشاهدينا الكرام الآن أمام منزل الشهداء الثالث في هذه اللحظات وصول الشبان الفلسطينيين. يا شاهد ويا مقوار، والله لن ولي
ولا تبقى على المسجد.
عمي ويا خالد يا بن عمي ويا خالد يا بن عمي يا خالد يا بن عمي وبفديك بروح ودمي وبفديك بروح ودمي وبفديك بروح ودمي وبفديك بروح ودمي ويا خالد يا بن الوالي 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 جبنا لك عريس جديد جبنا لك عريس جديد من الجلزون العينارة من الجلزون العينارة أعوذ بالله من ذلك حيث يحضر في السلام مخيم الأجل ومعزلتها في
أعزائي ابنها الشهيد الذي اصطفى فجل هذا اليوم. هذا الشاب باسل قاسم، أيضا الشاب فرش من بلدة بيرسيف يصاب هون احسن لك عشان الاضاءة احسن. كان بصعب وصار يغير يلبس جوزي ويطلع كل مرة رايحين شوفيه كل ولا شجعناه أقول شو أنا شوفيه أنتوا كنت حشاة تلفون مصعبين مصعب خاد مصعب طب كل إيش مصعب بس بقوله يعني بسيطة. رنيت على الواتس تبع خالد رد علي ضابط له بقول لي أنت مين بقوله أنا أم الشاب اللي أنت حامل تلفونه له بقول لي هو خالد شو بيشتغل بقوله في البنا طبور وإشي زي هاي لو كل وين بيشتغل قلت له برام الله بجفنا بجلزون هان يعني محيط هذا اللي هو بقول هو رقم كديش الأولاد قلت له هم 10 عندي أنا اللي هو بقول لي طب خالد وين بك رايح الساعة 3 بقول له على الشغل اللي هو بقول له أنت كذابة ليه بقول ليش تحكي معي هيك أنا سامع وهو يعني يحكي معي في صوت يعني كأنهم بنعشوا فيه أو إشي في زمامير للمواكن اللي بالمستشفى بقول له مال ابني اعطيني اسمع صوت ابني لو بقول لي خلص برجع لك بعد ساعه ومن بعد الهلكيت ولا رجع ولا كل شيء تطلعنا على المخيم فوق الا سيارته مهيش جارينها في الجيب تبعهم ماخذينها بس السياره يعني هي داخله هي وهم جايين من سرده يعني بجوز هم تفاجئوا لانها ذيك الشارع ذيك انه مش رايحين يسووا زي ما بقولوا هم يجوز هم تلاقوا مع بعضهم شاف بده يرجع لورا خالد انا هيك يعني تخميني الدم تبعهم على الرصيف دليل ان السياره على جنب شكلهم ضاربين العجال او شيء بعرف ايش بقوا يجروا فيها وهذا شيء اللي صار ما حدا رجع لك حكى لك لا لا في الشاي مو كل شوي بنسمع خبر شيء بقول اه وشيء بقول لنا لا وفي الاخر بقولوا اعلنوا انه استشهد هو وصاحبه بس في معهم صاحب ثاني بيحكي ورا المره الموجوده موجوده فوق شايفتهم بتقول لي في اثنين طوال واحد قصير هو من ضمنهم ابني طويل بتقول لابس اسود بقولها اه بتقول لي بكى شرشر دمهم يعني جروا جروا فيه يعني متصاوب وحاملينه حمل والولد في واحد منهم بيمشي مشي معهم مش يعني مش جارينه يعني زي ما بكوا حاملين هذاك شكله ميت معهم هنا بعرفش يعني بجوز اول ما طخوه مات بعرفش هو الولد اللي معه الله يرحمه الحمد لله على كل حال الحمد لله رب العالمين نور عيوني روح
بقى هو اللي صار كل شيء في الدور هذا. الحمد لله رب العالمين. بقيت نحتاج الدواء يا امي خالد يجي يرمح، انت تحتاج تجرز غاز يجي يرمح، انقطعت الكهرباء يجي يرمح. كل يوم ما فيش غير انا، كل امبارح لسه قاعد انا وياه برا هنا. كل يوم ما بدي اتجوزك، حتى هي مرت عمه بتقول يلا تجوزي محمد يا خالد عشان نفرح لك، لا بقول انا ما بديش اتجوز، انا بدي اتجوز محمد. انا ان شاء الله الي الشهاده بضل يقول لي. طولت حجر ضربته يا بقول له ضلكش تقول لي هيك، ما بتحرق قلبي. وزعل مني، بكيت انا واخته زعل مني. حمل حاله وراح. وبعدها هذا الحمد لله رب العالمين. الله يرحمه، الله يحفظه. تفضلوا. مش مشكلة، خلص مش مشكلة، ينرفع ايده مش مشكلة. بس في مايك وطن معلق، معلق السلك وطن الكيبل، ضبط الكيبل. يلا اسمع شو اللي عرفتي انت عن الحادثة اللي صارت؟ ليش حكيتي؟ هم بيقولوا انه راح يعمل عملية دعس، بس هذا لا بامكانهم ياخذوا اعتقاء. ليش طخوه؟ يعني هو بيسوق، ليش يعني لما وصلوا السيارة تاعته بيعرفوا يعني يعتقلوه. ليش طخوهم؟ ليش طخوهم؟ ليش ما اخذوهم عادي يعني زي ما اعتقلوه عادي؟ دليل انه اعدام، اعدموه اعدام ابني. خالتي احكي لنا عن لما تلقيتي خبر استشهاد خالد، كيف تلقيت الموضوع؟ شو وقف كلبي يا حبيبتي، شو نور عيوني راح، كيف بدي اتلكى الخبر يعني؟ رنيت على تليفون خالد؟ رنيت، رنيت عليه اول ما جيت اطلع على الساعه تقريبا 3:30، هو بيقرا للاذان يعني الصبح. لبست وبدي الحق جوزي، شغل السياره بدي اطلع، زكت الباب وفتحته بقول له تطلعش من غير ما اطلع معك، استنى. صرت البس في المنديل بالسياره. لما رنيت على تليفون خالد على الواتس، انا دائما على الواتس يعني برن له. رد علي هو بقول لي شو اسمك؟ بقول له رنا. لا بقول لي جوزك؟ بقول له فادي. لا بقول لي خالد عندنا واحنا عندكم مقربين في المنطقه، بس بدي اعرف وين بكره رايح الساعه 3 لانه مش على شغل رايح. بقول لهم بلا، انا ابني بيشتغل في طوار يعني بيطلعوا بدري، امرار على كفر عقاب على رام الله في جفنه يعني بتنكل ابني ما بضلش مطرح واحد. لا بقول لي انت كذابه انه طلع على الساعه 3 الصبح راح يعمل شيء. بقول ليش تحكي معي هيك؟ انا سامع صوت المواكن عندهم يعني زي يا بنعشوا فيه يا اشي بعرفش، بس في يعني صوت مستشفى اشي هيك او اسعاف بعرفش. بقول طب اعطيني احكي مع ابني، قال لي برجع لك بعد ساعه وطفى وراح. وما رجع لك؟ اه هو طفى مش انا. ورجعت اظن احاول ارن على تليفونه وعلى الكرت يعني ما بردش، وعلى الواتس على الماسنجر يعني يعطيني جار هذا مكالمه اخرى يعني تليفون يعطيني مشغول. اه بس ما اعرف ايش كيف شو باكي يصوروا. متى اخر مره شفتي خالد لما طلع من البيت؟ الساعه 12 بالليل، بس حكيت معه في الليل يعني. لف جاب سيارته من ورا ورجع هنا شغلها ولفها. بقول له وين طيب وين رايح؟ السياره بكتش تمشي على الارض، بكت سريعه. في حدا اجى تليفون يعني على سبه انهم يطلعوا على المخيم، هم يوم يوم بيطلعوا يوم بصير مواجهات يعني يوم يوم طالع المخيم. انا دريت عليه انه بيطلع يعني دائما بينزل انه طالع وبده يستشهد شيء، بس ما توقعتش انه اليوم هيك يصير فيه. لما حكيت كنتوا تحكوا عن موضوع الزواج شو كان يحكي لك؟ بقول لي انا ما بدي اسال، بدي استشهد، انا ما بدي اتجوز الي ولا مرت عمه هيها. بقول انا ما بدي اتجوز، جوزي محمد، انا بساعد جوزي محمد. بقول يا ام هيو معي نخطب لك، بس تاجر لك دار بتقعد فيها بصير تعفش فيها، ما بصير وقت تجيز الا انت مجهز حالك. انا بقول لي لا يما لا، انا بدي استشهد ان شاء الله. هيك بدك تضل يقول لي، حتى ضربته حجر امبارح عشان يضل يقول لي هيك. الحمد لله. الله يرحمه. في ناس شافوا حادثه، في واحد شافت وحكت لك، ايش حكوا لك؟ اه بتقول لي لما الرصاص يعني رصاص يعني هي دغري عليهم يعني اول ما بلشت السياره ترجع لورا شكلها بلش فيهم طخ.
ما استناش عليهم يوقفوا او مثلا ينادوا عليهم يوقفوا لهم، لا بتكون على طول بلشوا فيهم طخ من غير ما يسالوهم اي شيء. وبعدين بتكون حملوهم وراحوا، وبعدين ربطوا السياره وجروها بعد ما خلصوا عليهم يعني. الله يرحمه. ايش إذا مشاهدينا الكرام، كنا معكم في هذه التغطية من منزلي الشهيد خالد دباس وأيضا باسل قاسم هنا في مخيم الجلزان بعد ارتقائهما فجر هذا اليوم بعد إعدام من قبل قوات الاحتلال أثناء توجههم بالسيارة. هذه كلمات والدة الشهيد، أيضا رواية والدة الشهيد باسل.